بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شوفوا بقى الكيكة الجميلة دي، ان شاء الله هعملها معاكم النهاردة. شايفة هشة وجميلة ازاي وخفيفة؟ بصوا وطعمها في منتهى الجميل. شايفين؟ يعني لو حبيتي كمان تعمليها تورتاية وتزينيها بالكريم شانتيه هتبقى معاكي جميلة جدا. وادي عملت منها اللي بالشوكولاتة، شايفه ما شاء الله عامله ازاي ومنتهى الجميل. تعالوا بقى كده ان شاء الله هوريكم احنا عملناها ازاي، وبمقادير بسيطه وفي ثواني هتخلصيها باذن الله. يلا نسمي الله كده ونصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. المكونات بتاعتنا حاجات بسيطة كلها ان شاء الله اكيد متوفرة عندك بإذن الله. معايا كوبايتين دقيق، ومعايا طبعا المج اللي هعير بيه كله واحد، مقاس واحد كله، ومعايا كوباية وربع سكر. لو حبيتي تكتفي بكوباية براحتك، بس انا عايزاها مسكرة شوية، كوباية الا ربع زيت، ومعايا بيضتين اتنين، وكيس كيك شيف، ومعايا ايه كيسين فانيليا. وانا هعملها بقى بالزبادي، بتطلع في منتهى الجمال. هنعملها بالزبادي النهاردة مش باللبن. تعالوا بقى نجيب الخلاط بتاعنا، هنعملها في الخلاط في ثواني، مش هتاخد معانا اي وقت. اذكري الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. انا كده حطيت البيضتين في قلب الخلاط، تمام. هضيف عليهم السكر كوباية وربع، برضو اتفقنا لو انت عايزة تخليها كوباية واحدة برضو سكرها هيبقى جميل ومظبوط، بس انا كده عايزاها ايه مسكرة شوية. وهحط معاهم كيسين الفانيليا. هضرب بقى المكونات اللي انا حطيتها دي مع بعض الاول لحد بس ايه دقيقة او اتنين كده، لحد ما لونهم يفتح اهو زي ما انت شايفة كده. هنزل بقى عليهم بايه بكوبايتين الزبادي. ادي كوبايه، عايزه بقى زبادي من اللبان براحتك، عايزه زبادي من السوبر ماركت مش هتفرق. انا لما جربتها ولقيتها طعمها جميل وخفيفه وهشه قلت اصورها معاكم برضو واعرفها لكم ايه بالطريقه دي. هضرب برضو كده الزبادي مع السكر والبيض والفانيليا. بصي والخلاط شغال كده، هنزل بقى بالزيت سرسوب خفيف كده رفيع خالص لحد ما ايه لحد ما صب الكوبايه الا ربع كلها. كل ده والخلاط شغال، هضربها بس كويس كده كده. ايه خلاص هنزلها بقى في الطبق بتاعي الخليط بتاعنا. هنخل بقى عليها كوبايتين الدقيق، لازم ننخل الدقيق عشان ندخل جواها هوا. اذكري الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاي لك ضيف بقى ومحتارة تقدمي ايه، في ثواني هتقومي تعملي صينية الكيكة دي، مش هتاخد اي وقت. طبعا رشة الملح اللي احنا عارفينها كلها مع اي مخبوزات، وده كيس الايه الكيك شيف بتاعنا كله. نخلتهم كلهم اهو، هقلب بقى الدقيق مع الخليط بتاعي لحد ما الدقيق يختفي خالص. هضيف بس عليهم معلقة خل، الخل ده برضو بيساعد على ان الكيكة بتاعتك تبقى هشة وخفيفة ولونها فاتح. طبعا عايزة اقولك ان انا شغلت الفرن قبل ما ابدا في تجهيز الكيكه. هقلب بقى كده، خلاص كده انا وصلت لايه شايفه القوام، هو ده اللي احنا ايه القوام المطلوب للكيكه. خلاص كده انا قلبت ايه الدقيق مع الخليط كويس قوي كده. دي بقى الصينيه
مقاس 30، عايزة تحطيها في صينية أصغر من كده عايزة تطلعيها أعلى برضو براحتك، عايزة تحطيها في صينية 28 برضو هتطلع أعلى من كده. كده أنا إيه دهنت الصينية سمنة وبطنتها بالدقيق، هنزل بقى بالخليط زي ما انتي شايفة كده. انا بشكر حبايبي اللي بيتابعوني كلهم، وبصراحة ربنا على الكلام الجميل اللي بيكتبوه لي في الكومنتات، ربنا ما يحرمنيش منكم يا رب. خلاص كده انا حطيت الخليط بتاعي، اخرج بس الهواء كده منها. تمام كده بقى انا هدخلها، هنزل الشبكة في تاني رف في الفرن اهو. هي كده ايه الكيكة بتاعتي بعد ما استوت. كنت انا طبعا عملت نفس المقادير ونفس الكميات، بس شلت من الدقيق معلقة دقيق وحطيت بدلها معلقة كاكاو خام، وعملتها بالشوكولاتة كده زي ما انتوا شايفين، بس انا مرضتش اطول ايه الفيديو عليكم. بنفس المقادير ونفس المكونات، وادي الكيكة اهي بعد ما استوت وقطعتها طالعة ما شاء الله في منتهى الجمال. جربي كده الكيكة بالطريقة دي، ان شاء الله مش هتبطلي تعمليها، جميلة جدا. حبيتي بقى تزينيها بكريم شانتيه وتعمليها تورتايه، يعني بصي هتطلع زي العسل. شايفة اللي بالشوكولاتة برضو هشة وخفيفة في منتهى الجمال. ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك في القناة. بألف هنا، مع السلامة. عندي بكرة